تم إنشاء خدمة القديسة كورونا شفاعة الأمراض والأوبئة. ونظرا لزيادة الاحتياجات اضطرنا إن احنا ننشئ الخدمة دي، ودي لتسديد احتياجات المخدومين بتوعتنا، سواء احتياجات نفسية اللي عاملين خدمة للدعم النفسي، احتياجات روحية من الأباء الكهنة المشاركين في الاتصال والاطمئنان على مرضى الكورونا واحتياجاتهم في ظروف دي، مشاركتنا من الأطباء بمساعدة المرضى في الاستشارات والعزل المنزلي واحتياجاتهم للطمأنينة ان في دكتور بيساعد او بيطمن عليهم او بيرشدهم للي هم محتاجين ليه. المريض بيتصل بينا بيقول لنا انا مش قادر اخد نفسي، انا حاسس ان انا تعبان، فبنبعت له بلس اوكسيمتر بيقيس نسبة الاكسجين في الدم. لما بيقيس نسبة الاكسجين بنلاقيها اقل من 90 او 92، بنبعت له على طول اسطوانة اكسجين تلحقه. الخدمة واخدة بركة كبيرة جدا جدا، انها بتكتشف الحالات التعبانة قبل ما حالتها تتدهور وتحتاج عناية او تخش في قصص مش لطيفة. في الاعلان اللي احنا منزلينه، في احنا منزلين حتى الان اعلان بثلاث خطوط، خط للاستشارات التليفونية، وخط لخدمة التمريض لو حد محتاج كانيولا او حقنة او كده، وخط تاني للاكسجين والاكسيميتر والخدمات دي. اللي بيتصل بالاستشارات يعني بيتصل يعني في حد بيستقبل المكالمة في الاول منه، وبعد كده بياخد الرقم وبياخد الاسم وبيديها يعني بيحولها على دكاترة عندنا بيكلموه ويشوفوا بقى الشكوى ايه، ويشوفوا بقى المفروض الادويه اللي ياخدها ويتابعوا معاه على طول لغايه ما ربنا يمد ايده بالشفاء ويبقى زي الفل. الحقيقه بعد ما فرزنا الاطباء الموجودين او قطاع الطب كل الموجود معانا، قسمناهم الحقيقه لثلاث خطوط. الخط الاولاني هو اللي بيبقى مسؤول عن تلقي الاستشاره من المريض وتقييمها، بحيث ان احنا بنقدر ان احنا نشوف هل العيان ده محتاج مجرد استشارة بسيطة، اعراض بسيطة وحاجات خفيفة. في الحالة دي بنقدر ان احنا ضمن البروتوكولات اللي احنا ماشيين عليها، بروتوكول وزارة الصحة محدث كل فترة، بنخلي الطبيب يتعامل مع الحالة. لو حسينا ان الحالة شوية بين متوسطة لجديدة، الطبيب في المجموعة الاولى بيحول العيان على المجموعة التانية، ودي تبقى مسؤولة عن متابعة سواء لو العيان عامل تحاليل أو عامل أشعاعات بيتابعها، وفي نفس الوقت لو حس إن المريض محتاج للتحويل لمستشفى من مستشفيات العزل الموجودة في سوهاج بيحوله، وبيتلقى العيان الخدمة بتاعته في المستشفى. الخط الثالث بالنسبة لنا بيبقى اللي هما أطباء العناية المركزة، ودول يعني حاولنا بقدر الإمكان إن هما يبقوا دكاترة في جميع مستشفيات العزل اللي عندنا في سوهاج، بحيث إن في حالة توفر أي مكان في العنايات المركزة ولقينا إن العيان في احتياج ليها بنحول العيان على الدكتور وهو بينسق معاه بحيث ان احنا نوجد له مكان في العناية. طبعا احنا الخدمة بدأناها في الاول في القرى بنفس السيستم بنفس النظام ده، والحقيقة لما ابتدينا الخدمة هنا في سوهاج المدينة والمنشاة المدينة والمراغة برضو اشتركت معنا أسرة السمير الصالح، والحقيقة برضو مجموعة من الأطباء عندهم شاركوا معنا في الخدمات الاستشارات الطبية.